الهندي مصدره شجرة تنمو غالبا في المناطق الاستوائية، وتنمو الثمار على الأشجار في داخل قشور بنية طويلة تحتوي بداخلها على لب لزج، وهو الجزء الذي يمكن تناوله من الثمار، وله مذاق حلو وحامض. ويحتوي التمر الهندي على ما بين 16 إلى 18% حمضا، منها حمض الليمون وحمض الماليك وأملاح معدنية مثل الفوسفور والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز والكالسيوم والصوديوم والكلور وغيرها. كما يحتوي التمر الهندي على فيتامين بي وكذلك على زيوت طيارة، ونذكر فوائد ومنافع التمر الهندي كالتالي. يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة القلب، حيث يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وخفض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية. ويحتوي لب التمر الهندي على مركبات نباتية قد تقي من أمراض القلب والتلف التأكسدي. يحتوي التمر الهندي على كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو معدن مهم يلعب دورا في أكثر من 600 وظيفة في الجسم، حيث يمكن أن يساعد أيضا في خفض ضغط الدم، وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة لداء السكري. تظهر العديد من الدراسات أن التمر الهندي يمكنه مكافحة العديد من الميكروبات المختلفة. قد يساعد التمر الهندي في قتل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، حيث يحتوي مستخلص التمر الهندي على مركبات طبيعية لها تأثيرات مضادة للميكروبات. كما أثبتت الدراسات الحديثة احتواء التمر الهندي على المضادات الحيوية القادرة على إبادة الكثير من السلالات البكتيرية المختلفة. يعتبر التمر الهندي أحد الملينات الطبيعية نظرا لمحتواه العالي نسبيا من الألياف الغذائية، وبسبب طبيعته اللزجة فإنه يساعد بشكل كبير على تحريك البراز العالق في الجهاز الهضمي، وبالتالي تحسين عملية الهضم، وهذا بجانب فوائده كملين وكمضاد لحموضة المعدة. يساعد التمر الهندي على إنتاج أنزيم في الجسم يساعد على تقليل أو إيقاف امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على خسارة الوزن، ويساعد كذلك في منع حدوث ارتفاع سكر الدم الذي يتبع عادة عمليات امتصاص الكربوهيدرات من الوجبات الغنية به. كما أن احتواء التمر الهندي على نسبة عالية من المغنيسيوم يساعد على الحماية من السكري والتخفيف من حدة أعراضه. بسبب احتواء التمر الهندي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لا سيما فيتامين سي، فإنه يعتبر وصفة ممتازة لتدعيم وتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان وحمايته من مختلف الأمراض التي قد تصيبه، وكذلك حمايته من العدوى والفطريات والبكتيريا. يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من التيامين، وهو أحد أهم أفراد عائلة مجموعة فيتامينات بي، ويساعد التيامين في تحسين وظائف الأعصاب في الجسم وتحسين وتقوية عمل الجهاز العصبي. يصنع من التمر الهندي مشروب التمر الهندي الذي يدخل ضمن أشهر وأفضل المشروبات لدى المسلمين، وخاصة في شهر رمضان الكريم. لا تنسوا زيارتنا على مدونة ريتاج لمزيد من المواضيع حول الصحة، الطبخ، الجمال، الحلويات، الأعشاب والتغذية وغيرها، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم الجديد.